لا اخويا بلاش خلينا ندوي الله يرحم الوالد. ضربنا الشماره وضربنا العذاب. اول عام الدراري كاملين اللي كتشوف فيهم جمعوا راسهم بغاو يقراو بداو كيحفظوا، في الاخر كيتفاجئوا مساكن بانهم داروا لهم حاله غش. واش هذا ماشي الظلم؟ واش ماشي حشوم؟ المشكله هو انه كاع ما درتونا في القسم. الله يرحم الوالدين. صحيح هذا قال لك حاله غش. والله كنا كنحفظوا فهمتي، بغيت نعرف علاش كي بلاش علاش كيعشام باش كيديروا لك حاله غش. ما فهمتش انا علاش كيعشام. ما لا حول ولا قوة إلا بالله. باغي نفرحوا والدينا، باغي نفهمشي، باغي نوليو حنا شي حاجة، خصوصا حنا عايشين في واحد الوساط اللي راه لا حول ولا قوة إلا بالله. كبرنا مع هذوك الناس اللي حنا عايشين معاهم راه بغات تسقط وفهم الناس. الله يرحم الوالدين، هادشي اللي باغي نقول. وما كاين جيبين جيبين الله يرحم الوالدين. ان شاء الله وما عطاونا حتى شي بروف، حتى شي بروف باللي حنا نقلنا. ما دار يعني علاش كيعشام باش انهم كيديروا لك حاله غش؟ حاله غش تجيب لنا ندوزو قدامه، قال حاله غش. احنا سهرنا الليل وتعبنا ماشي حشومه، والله حتى حرام عليهم وحق الرب. الله يرحم الوالدين اخاتي. شكينا عاودوا لهم الماده ديال الغش، يدير الغش يعاودوا لهم الماده وشوفوا واش غيحطوا لك الساعه، واش غيحطوا شي حاجه ولا ما يحطوهاش. ما يجيش هاد الوليد يزيد الموم وهاد البنيه يزيد الموم، حرام عليهم، حرام عليهم. كل الاولاد كيتشردوا، اخر كينحرفوا كيولوا كبروا زوانات، كاع ولادو حوايج خايبين. حشومه عليكم، شجعوا الشباب في بلادهم، شجعوا الشباب في البلاد ديالهم، والسلام عليكم.